أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة في كل يوم يكتشف العلم عجائب في عالم الحشرات وعالم النبات وعوالم أخرى من حولنا على هذه الأرض، كلها نتعلم منها ونستفيد منها وهي مسخرة لنا. الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هذه المخلوقات مسخرة لنا. اليوم أحببت أن آخذكم في رحلة إلى عالم النمل. هذا العالم الغريب الحقيقة له عجائب كثيرة جدا. النمل أيها الأحبة عبارة عن مجتمع شديد التماسك، ولكن هناك اكتشافات أن جسد النحلة صلب جدا ويتكسر مثل الزجاج. طبعا لماذا هذه الصلابة؟ لأن هيكلها العظمي متوضع خارجها، وبالتالي فهذا الهيكل صلب جدا ليتحمل الأوزان الثقيلة التي تحملها. فإذا ما يعني ضغط أحد على هذه النملة فإنها تتحطم وتتكسر مثل الزجاج. هذه حقيقة علمية. الحقيقة الثانية أيها الأحبة أن هذا النمل الأنثى هي التي تقوم تقريبا بكل شيء، وهي التي تنظم بناء البيوت والمساكن والوديان. يعني سوف نتأمل الآن يعني هذه النملة ونتأمل الوديان التي تبنيها والمساكن، ونتأمل كيف أن هذه المخلوقات مبرمجة لتعمل بشكل وكأن هناك من يوجهها ويشرف عليها ويراقبها. يعني هي لديها نظام رقابة ذاتي، لا تحتاج لمراقبة لتقوم بعملها، عكس الإنسان طبعا. فهذا النمل أيها الأحبة الأنثى فيه هي عصب حياة المستعمرة. الأنثى هي التي تحذر أثناء الخطر، يعني إذا تعرضت المستعمرة إلى خطر معين هناك نملات أنثى ليس ذكر، أنثى تقوم بالتحذير من شر أي خطر يمكن أن يأتي. إذا اعتبرنا أن النمل يبني مستعمرات فهذا شيء خاطئ. الأفضل أن نقول إنه يبني مساكن حقيقية، لأن المساكن التي يبنيها النمل أولا تتميز بفتحات تهوية وتتميز بهندسة بناء. والنمل أيضا بالإضافة إلى هندسته هذه هو يستعبد بعض الحشرات، يعني النمل يستغل بعض حشرات المن أحيانا ويسخرها لخدمته لتفرز له مادة سكرية يحبها فيأكلها، سبحان الله. حتى إن بعض أنواع النمل تقوم بقضم أجنحة هذه الحشرات لتمنعها من الطيران وتبقيها في مكانها لتقوم بإفراز هذه المواد السكرية فتأكلها. يعني النمل ذكي جدا، ليس مخلوق كما يظن أنها من البهائم
أو التي لا تعقل. لذلك أيها الأحبة، يعني عندما نتأمل أبحاث العلماء، يعني هذا أحد مساكن النمل هنا، مسكن من بناء النمل، تصوروا كل هذا. هذا في داخله يوجد غرف، ويوجد في داخل هذا المسكن فتحات تهوية، وهناك ممرات، وهناك تخصصات أيضا، يعني هناك ما يشبه الأسترادات، طريق للذهاب وطريق للعودة. وهناك أيضا داخل مساكن النمل هناك غرف مخصصة لليرقات، وغرف مخصصة لتعقيم هذه اليرقات. سبحان الله. آيات للموقنين. النمل أيضا لديه مواد كيميائية يفرزها يدافع بها عن نفسه، مواد حارقة يدافع عن نفسه. لديه روائح كيميائية يطلقها كلغة للتخاطب أيضا. لديه هندسة عجيبة جدا في بناء النمل، في بناء المساكن. دعوني الآن أتأمل هذا المسكن للنمل وهو وادي تحت الأرض. انظروا كم هو عظيم، يعني كل هذا الوادي أيها الأحبة موجود تحت الأرض، كشفه العلماء مؤخرا. ساهمت فيه مليارات من النملات، ساهمت في بنائه، كيف بنته لا أحد يعلم. سبحان الله، حتى إن شكل الغرف، انظروا الغرف كروية وبينها طرق، هذه التي تشبه الأغصان، هذه بين الكرات، كل كرة هنا هي عبارة عن غرفة، وهذه الطرق بينها طرق سريعة جدا لتتنقل بين الغرف. وهناك تخصصات في عالم النمل أيضا، يعني هذا النمل لديه تخصصات، لديه هندسة بناء، ولديه أجهزة تعقيم. طبعا الله زوده بها، تفرز مواد لتعقم هذه اليرقات، لأنه لولا هذه المواد لماتت من الفطريات. حتى إن النمل أيها الأحبة يحمل موتاه إلى المقبرة، يعني عندما تصاب نملة بأمراض فطرية يمكن أن تسبب أذى للمستعمرة، النملة تبتعد من ذاتها بعيدا وتترك المستعمرة بسلام وتموت بعيدا. انظروا هذا البناء، سبحان الله. يعني أنا والله عندما يعني يرى الإنسان هذه العجائب، كم يمكن أن يتعلم فقط من هذا النمل. فكيف إذا أنزل الله سورة كاملة وذكر النمل فيها؟ قال تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تأملوا، مساكنكم كلمة علمية، لم يقل أوكاركم، مساكنكم. لا يحطمنكم، التحطم. وقالت بالأنثى، هي التي تحذر. فمن أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقائق، وكيف جاء ذكر هذه العجائب في القرآن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه العلوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أقرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار.